أهلا بكم من جديد، ونتابع وإياكم اللقاءات مع المرشحين. وانضم إلي المرشح عن المقعد السني في دائرة الشوف علي مازن نصر الدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ مازن. حضرتك مرشح على لائحة كلنا وطني من ضمن المجموعة اللي عم تخوض الانتخابات بأكثر من دائرة انتخابية. اليوم يعني هذا التحالف المدني اللي ضم عدة أحزاب، وحضرتك بتمثل أيضا حزب الخضر داخل هذا التجمع، هل هو تجمع انتخابي فقط تنتهي صلاحيته بعد الانتخابات؟ أول شيء بدي أشكرك مدام ناريمان وأشكر تلفزيون لبنان اللي أثبت أنه تلفزيون وطني عم بيغطي هالانتخابات على مساحة الوطن، وعم بيتيح لكل المرشحين من مختلف اللوائح أنه يظهروا وبيدلوا بأفكارهم للجمهور. أهلا وسهلا فيك. أنا مازن نصر الدين مثل ما عرفتي، محامي وعضو مكتب تنفيذي بحزب الخضر. تحالف وطني هو تحالف على صعيد لبنان بضم 9 لوائح بتسع دوائر مختلفة، وفي 66 مرشح على برنامج واحد. هذا التحالف منه تحالف آني أو تحالف بس للانتخابات، لا، هذا التحالف لازم يستمر بعد الانتخابات، لأنه هو حالة أكثر ما هي موضوع انتخابات. اليوم هو حالة تغييرية عم تكبر، بلشت من عدد من السنوات السابقة وهلأ عم تستمر بمرحلة الانتخابات. هيدي مرحلة وأكيد مستمرين لبعدين لحتى نحاول التغيير بهالبلد. هيدا اللي صار بحاجة فعلا للتغيير. مستمرين بأي إطار؟ هلأ الإطار ممكن يكون تحت تحالف وطني، ممكن يكون تحت تحالف مستقلين مع أحزاب. ما بتفرق، ما بعتقد إلى معنى التسميات، بس حتتابعوا نفس الشعارات، بس حنتابع طبعا نفس البرامج ونفس المطالبات. وطبعا اذا نافت ناس من هالتحالف على مجلس النواب حيكون في متابعه مع هالاشخاص هيدول اللي بيكونوا داخل المجلس اذا الله وفقنا وكان في ناس داخل المجلس. اليوم عم ترفعوا الشعارات، الموضوع الشعارات اللي عم ترفعوها هي نفسها اليوم حتى الاحزاب عم ترفعها، موضوع محاربه الفساد، موضوع البيئه، النفايات، الكهرباء، العداله والمساواه وغيرها. يعني عم تنافسوا احزاب بنفس الشعارات. هلا احنا مش عم ننافسهم بنفس الشعارات. بحب اقول لك انه هيدي اليوم البرامج، هلا نحن اللي بيميزنا عن باقي اللوائح انه عندنا برنامج واحد لكل المرشحين، يعني حطينا نحن بكل لائحه على مستوى الوطن في برنامج واحد، بخلاف لوائح السلطه اللي هي اليوم كل حزب عنده برنامجه، وبالتالي بعتقد بعد الانتخابات حيفرط عقدهم وكل واحد يرجع لمرجعه. نحن لا، حاطين برنامج نحاسب عليه على 4 سنين بحال فوز احدنا بمجلس النواب. هلا مزبوط بالنهايه هيدي الافكار والبرامج، هلا نحن نتميز ببعض الافكار الجديده عن غيرنا بس موجوده، المهم تطبيقها، مين هو القادر على تطبيق هالبرنامج وكيف، شو هي مواصفات الشخص اللي مفروض وقت يفوت يقدر يطبق او يحاول يطبق البرنامج اللي هو حاطه. اليوم نحن انا بقول شغله دائما انه نحن اليوم مجموعه شباب لنا مستندين على طائفه ولا مستندين على ارث سياسي ولا مستندين على اقطاع ولا مستندين على شيء، مستندين على شغله وحده هو عملنا داخل المجلس. هل حنقدر ننجز هالعمل؟ انا باعتقادي انه ايه، لانه قلت لك منا مستندين على شيء، ما لنا ظهر يحمينا غير عملنا وشغلنا داخل المجلس. بقيه الاحزاب والسلطه الموجوده عندها الشعارات من عشرات السنين، يعني مش بس من 9 سنين اللي هي اخر مرحله. صحيح. حتى في الاغلب تقول النواب موجودين بفترات سابقه. طيب اليوم عندك على عشرات السنين عم بينادوا بنفس البرامج ونفس الأفكار وما طبقوا منهم شيء. طب أنا بشوف النتيجة اليوم، أنا هذا الحزب ببرري وهذا ببرري، المواطن مش مفروض يسمع لتبريرات. عندكم برنامج حكيتوا فيه، اليوم النتيجة فشل، ما طبق شيء منه، بالتالي المواطن بشوف النتيجة، النتيجة فاشلة معناتها الإداء فاشل، معناتها إدارة هالملفات فاشلة، وبالتالي هذا الطقم اللي عم بيدير يجب أن يتغير. دولة اليوم ما عندنا، نحن بلغة القانون المحامين بنستعمل شيء اسمه موجب وسيلة وموجب غاية. الفرق مثلا الحكيم عندك وقت يعالج مريض هيدا عنده موجب وسيلة، بمعنى انه يحاول يعالجه وما بيضمن له انه يصح. صحيح. بينما التاكسي اللي بتطلب منه ياخذك من المزرعة على الأشرفية هيدا عنده موجب غاية، يعني هو واجباته يوصلك. اليوم الدولة عندها موجب غاية مش موجب وسيلة، الدولة واجباتها انه تأمن لي انا هالأمور هيدي من كهرباء لمي لطبابة، في حد أدنى الدولة عندها واجب أن تأمنه. طب أنا إذا ما أمنته الدولة أو السلطة الموجودة ما أمنته، ليش بدي أرجع أنتج نفس السلطة
اللي حترجع تجتر نفس الخطاب السياسي، ترجع تعدنا نفس الوعود اللي هي ما طبقتها على خلال سنوات مرقت. يعني هذا سؤال بسيط برسم كل المشاهدين وبرسم كل الناخبين، ليش بدنا نرجع ننتخب أشخاص فشلوا بتحقيق ولو شغلة واحدة من البرامج اللي بيطرحوها؟ للأسف عم نطالب بأبسط حقوق، كهرباء ومي ومدارس، يعني مش عم نقدم مشاريع. لا شيء معيب انه نطالب بهالأمور، هذه المفروض تكون أساسيات موجودة لنبلش نطالب بأمور أخرى يعني، ونطور مجتمعنا باتجاه أهم من انه قصة بعدنا واقفين بكهرباء ومي. صحيح. رح أرجع أحكي بموضوع شوف علي برامجكم بهذه المنطقة وما تعاني منها وغيرها، ولكن تنبلش نحكي بهذه الدائرة. اليوم أنتم كلائحة كلنا وطني بتضم حزب الخضر، بتضم شيوعيين سابقين، شيوعيين حاليين، البعض أخذ أنه هذه اللائحة أخذت هذا المنحة اليساري والشيوعي. هذا مش صحيح، يعني اليوم نحن باللائحة كلهم مستقلين، في 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 أنا حزبي بحزب الخضر، في مدام غادة عيد بحزب سبعة، وفي مستقل مدعوم من الحزب الشيوعي اللي هو استاذ توني فواز. طب اليوم ما فيك تقولي انه هذه لائحة احزاب او طاغي عليها اللون الحزبي اللي هي 3 من اصل 11 منتمين لاحزاب. واليوم حتى احزاب منا بالسلطة اصلا، يعني احزاب منا بالسلطة، بس هيك اليوم في عندك عند الناس بيعتبروا الاحزاب مثل كانه شيء مبيء، يعني انه لا انا ما مني حزبي، لا انا ما بفوت اولادي على احزاب. اليوم الحزب هو أساس العمل الديمقراطي، ما في حياة سياسية بلا أحزاب. المشكلة صارت أنه دائما بذهن الناس الحزب هو ميليشيا. صحيح. وهذا شيء غلط، لأنه نحن تربينا بحرب وعشنا فترة حرب، بذهننا الحزب هو ميليشيا. لا، الحياة السياسية ما بتستمر بلا أحزاب، ما فينا نكون أفراد مستقلين بس، بدك أحزاب. وأنا بدعي كل الشباب اليوم يرجعوا يغيروا هالفكرة، بدنا نطور قانون الأحزاب بالضبط، وينشئوا أحزاب جديدة، ينشئوا أحزاب جديدة تكون أحزاب موجودة بكل الوطن، مش أحزاب مناطقية أو طائفية. صحيح. وغير هيك ما فينا نتطور بالحياة السياسية اللي نحن موجود فينا اليوم. فالحزب ضرورة، ما عنده شيء عيب، بالعكس هو ضرورة وشيء منيح لتطوير الحياة السياسية. اليوم إضافة إلى لائحة كلنا وطني، في لائحة أيضا تقول عن تعرف عن نفسها أنه هي لائحة تمثل المجتمع المدني، لائحة مدنية اللي أيضا عم تخوض الانتخابات. ليه ما صار في تنسيق؟ ليه ما صار في توحيد الصف لتجميع الصوت الرافض لهذه الأحزاب ولهذه الطبقة السياسية ليصب البديل، يكون بديل واحد مش بديلين؟ هلا صار في محاولات طبعا أنه يصير في لائحة موحدة، بس بالنهاية خليني خبرك شيء. اليوم المجتمع المدني تعبير، المجتمع المدني تعبير مطاط، ما فينا نحن ندعي أي جهة أنه نحن نحتكر فكرة المجتمع المدني أو يكون في عنا حصري لها التعبير هيدا. اليوم أي شخص من الشعب أو من الناس بيقولك أنا مجتمع مدني، ما فيك تقول له لا. فبالتالي هيدا التعبير بيضم كتير أفريقا. بس نحن اللي عملناه لما صار توحيد الصفوف، عم تحكي على 9 دوائر، ليه ما كان توحيد الصفوف أيضا بيشوفوا عليه؟ لا جربنا طبعا، جربنا، بس نحن كمان بنهاية ديمقراطيين، يعني ما فيك تمنعي حدا انه يشكل لائحة اذا كان عنده افكار شوي مختلفة. نحن اللي عملناه قدرنا جمعنا معظم اذا بدك او جزء كبير جدا من الحراك المدني ومن مختلف الافرقاء الموجودين والاحزاب المعارضة. هلا بدل في ناس ما حبوا يفوتوا بهالتحالف، هيدا حقهم وهيدا حق ديمقراطي لهم، حقهم يترشحوا وحقهم كمان يشتغلوا لصالح الناس. ما فينا نحن نمنع حدا انه يقول لك انا بدي اعمل لائحه لحالي. بس عم نحكي اذا بدي نحكي انتخابات وارقام. لا انتبه كمان، ما نحن حطينا بمحل يعني اول شيء في صار الاعلام اذا بدك والسلطه مثل عم بيحاولوا يفهموا الناس انه المجتمع المدني هو حاله وحده، لازم تكون موحده، لازم تكون يد وحده. هيدا الشيء ما بيصير، يعني الناس تنطر منا شيء ايديال اذا بدك شيء مثالي، هذا الشيء المثالي منه موجود. يعني نحن اذا قدرنا نوصل ل 80% من الحراكات اللي كانت موجوده توحدت تحت مظله وحده اللي هي مظله وطني، هذا شيء كثير عظيم وكثير مهم. بس غير هيك ما فيك تجيبي حاله مثاليه ناطرتها انه تنطرها الناس انه هدول كلهم كلمه وحده. لا يا اخي، ما فينا نكون كلنا كلمه وحده، دائما في اختلاف بالاراء ولو اختلاف بسيط بينتج عنه اختلاف باللوائح. منا شايفها مشكله انا يعني حتى ينحكى فيها، للناس اليوم عم تحكي فيها، بس منا مشكله، بالعكس هيدا تنوع انا برايي بيغني الحياه السياسيه. وانا بتوقع بمراحل لاحقه ما حيكون المجتمع المدني لائحه وحده، وانا ما بحبذ انه يكون لائحه وحده، فالاختلاف غنى مثل ما عم اقول لك. فبالتالي لازم يكون في عده لوائح من الناس
اللي هن عم يدعوا للتغيير وللتجدد، ما في شيء. مستعدين تتعاونوا مع بحال فوز مجتمع مدني من لوائح اخرى داخل المجلس؟ انا بتعاون او نحن بنتعاون مع كل شخص عم يسعى لمصلحه البلد. ما في مشكله. طب اليوم اذا بدنا نحكي كمان قضاء علي وشوف شو هي ابرز الحاجات لهيدي المنطقه، يعني نحن النائب يفترض ان يكون نائب الامي، ومثل ما قلت في عندكم مشروع على مستوى الوطن، بس فعليا على ارض الواقع عم بيكون كل نائب عن منطقته مثل نوع من مسؤول عن هذه المنطقه وانماها. هلا هذا هون بنرجع بنفوت بتعريف النائب، هيدي فكره غلط عن النائب. بعتقد دوره للنائب على المدى البعيد ما حيكون هيك. هلا الادوار اللي عم بيقوم فيها النائب اليوم هي ادوار مخاتير وبلديه، اللي هن قدرانين أكثر أنه يتعاطوا مع الناس على الأرض لأنه موجودين وقريب منهم ومحاسبتهم أسهل. النائب دوره بمجلس النواب، بس بما أنه نحن هلأ بهاي المرحلة بعد النائب هو على تعاطي مباشر مع الناس. نحن المنطقة عندنا مش بس في حاجات، في عندك مشكلة كبيرة، يعني مشكلة ساحل الإقليم اللي هو موجود فيه معمل كهرباء ومعمل سبلين والمطمر، يعني في عندك حالة السرطان عم بتدوب الأكثر، حتى بيقولوا لك في كذا ضعف عم بيصير كنسبة سرطان بالمنطقة. فعندنا نحن مشكلة كبيرة عم نواجهها، هي أول شيء الحالة الصحية البيئية. اليوم البيئة بطلت شيء ترف، البيئة صارت بخطر وصحتنا صارت بخطر، وهالشيء ترجم فعلا، وفي اليوم إحصاءات بتفرجيك قديش في حالات وأمراض موجودة. فهيدا أول هم عندنا، أنه نحمي المواطنين من هالأمراض اللي عم بيعانوا منها، اللي هي سرطان وغير سرطان. اليوم عم يطلع في فيروسات مش مسموع فيها قبل بلبنان، وكلنا عم نعاني منها، ولادنا بيمرضوا وعم نسأل بقولنا هذا فيروس جديد. كله اليوم هذا من النفايات ومن الانبعاثات. شو الحلول برأيك اللي يجب أن تطرح بهي المنطقة؟ يعني سبلين يقال اليوم انه صار في فلتر وصار في تخفيض. هيدا بده مراقبة، بده مراقبة ومتابعة مستمرة. موضوع الزبالة، موضوع اللاجية، موضوع خليني اسألك سؤال، اليوم هل نحن يعني العالم كله اليوم في نفايات مش بس لبنان، كيف ملاقيين حلول؟ بس ما حدا عنده هالمشكلة اللي عندنا، يعني منا اختراع بالاخر. اليوم الحال نحن كحزب خضر عندنا اياه الحال، يعني اللي هو اول شيء عندك تشريعات، يعني اول شيء التصنيع الاشياء اليوم مثل البلاستيك وكذا لازم تكون محدودة، استيراد المواد تكون محدودة بموجب تشريعات، الاعتماد على الفرز من المصدر، هذه كمان بدها تكون ثقافة شعب، يعني اليوم يصير الإنسان هو ببيته يفرز بلاستيك لحال، إزاز لحال، كرتون لحال، وبعدين تعملي تدوير. طب شو اللي بيبقى؟ بيبقى مواد عضوية تمرة كتير سهل ومنه خطر على صحة الإنسان. هذا بموضوع النفايات. موضوع الكهرباء كمان، الكهرباء منا اختراع، ما موجودة بكل العالم. نحن محسسين انه الكهرباء شيء عظيم، يعني انه شيء عظيم عم يشتغلوا عليه لهم 10 سنين، ما بيصير. حتى اليوم الكهرباء نحن لازم ننتقل لمرحلة متطورة بموضوع الكهرباء ونعتمد على المراوح، على الطاقة البديلة يعني او الطاقة الشمسية، ونخلص من قصص الموجودة هلا اللي بتؤدي لانبعاثات مضرة. العالم كله تطور بهالاتجاه، وفي دول اليوم بهولندا صاروا عم بيزفتوا الطريق، بيحطوا بلوكات على الطرقات فيها سنسرز، يعني بتمشي السيارات، وبس تمشي السيارة على الطريق بتضوي المدينة، يعني هيدي بتتكلف فيها مرة واحدة، ما فيها كلفة وما فيها ضرر للبيئة وما فيها ضرر لصحة الإنسان، ومتواصلة بتضلها جاي الكهرباء 24 ساعة. بدها ثقافة وبدها جهد من الإدارة المولجة بموضوع الكهرباء، وبدها شفافية وبتنحل، منا شيء من غير كوكب لنقول إنه هذا شيء جديد الكهرباء. موضوع المدارس الرسمية خصوصا بالإقليم، هلا نحن سياسة الدولة بالإقليم، المدارس الرسمية للأسف صارت بمحل لا يحسد عليه، يعني اليوم ترجع إلى 20-25 سنة لورا، كانت المدارس الرسمية إلى حد ما بعدها عم بتخرج ناس عم يتعلموا بأحسن جامعات وعم يطلعوا لبرا. اليوم المدرسة الرسمية صارت بأدنى مستوى ممكن يكون في مدرسة رسمية، لدرجة إنه صارت يعني للأسف ما إلها لازمة. هيدي هون كمان سياسة الدولة، هون بموضوع التعليم تحديدا كمان في خطأ من سياسة الدولة، بدها تشجع المدارس الرسمية، بدها تشجع تكافؤ الفرص. اليوم الدولة مثلا بالموظفين بتعطي منح مدرسية، اليوم الدولة بتعطي منح مدرسية لموظف تعطيه 1,000,000 ليرة ولموظف تعطيه 15 مليون. صحيح، هذا ما بيصير هون. الطفل بس يخلق. خبرني زميلي رامي ظاهر انه في مدارس بيكون في حالة وفاة بعز، بعدين بيجي بيطلع على الصف حد المدرسة بدريها تحديدا، حد يعني المدفن والمدرسة حد بعض، يعني في مشاكل كتير. فيك يعني فيك تلزمي الأساتذة يعلموا من
اولادهم بالمدرسه الرسميه اللي هن بيعلموا فيها. لا كله بيعلم بالمدارس الخاصه. لا ما عم لك يعني الدوله هون فيها تلعب دور كثير كبير بموضوع المدارس الرسميه، وكانت موجوده المدارس الرسميه وكان مستواها كثير جيد. ليش هالانحدار هيدا اللي صار؟ لانه كله مثل انحدار البلد اللي صار من 25 سنه لهلا او من اكثر. طيب توقعاتكم من خلال زياراتكم الانتخابيه، كيف عم تشوفوا الناس؟ كيف عم تتفاعل معكم وعم تتجاوب؟ قد ايه رح تلاقوا بكره صدى بصناديق؟ هلا لاحكيك بصراحه، نحن وين ما عم نروح عم نتلاقى بناس. اللي بيفاجئك انه الاغلبيه صاحقه مع التغيير وصارت يعني يأسانة من الطبقه السياسيه الموجوده ومحبذه للتغيير. هلا قديش هالامر بينسحب على نهار الانتخابات، هيدا بيعود قديش المواطن عنده هيدا بيحكم ضميره ورا الستار وعنده هالوعي هيدا وبينتخب الخيار الصح. في ناس عندها مصالح بتخاف، في ناس بعدها ما بتجرؤ يعني تغير، لانه التغيير منه شيء هين، يعني بده قرار. بس انا برايي الناس ما لازم تخاف ولازم تاخذ قرارها، خصوصا انه هي عندها النفس. فعلا شيء بيفاجئك قد ايه الناس حابه انها تغير. مهم بس كرة بملعبهم، كرة بملعبهم شغلة هاين الصوت تحطوا صوتوا بالصندوق، هيدا هو التغيير وهيدي هي الفرصة للتغيير ويحاسبوا. كلمة أخيرة إذا بدك تقولها اليوم للمقترعين، خصوصا بدائرة الشوف علي الكاميرا توجه لهم. ايه أنا بقول لهم بحييهم كلهم أول شيء بكل المنطقة. بحب أقول لهم إنه اليوم الفرق بين النجاح والفشل توقيت، الفرق بين الثورة والشغب توقيت، والفرق بين الحياة والموت توقيت، والفرق بين الحرية والذل كمان توقيت، هو السادس من أيار. فبتمنى على كل الناس ياخدوا الخيار الصح وينتخبونا، وإن شاء الله منكون على قدر طموحهم ومنحقق اللي عم ننادي فيه. مازن نصر الدين مرشح حزب الخضر عن المقعد السني في دائرة تشوف علي لائحة كلنا وطني، أهلا وسهلا فيك، كل التوفيق لك بالسادس من أيار، إن شاء الله الفوز بيكون حليفك، أهلا وسهلا فيك. نحن رح ناخد فاصل طويل شوي ونعود بعد لمتابعة هيدا النهار الطويل من اللقاءات مع المرشحين.